إذن يستعد مطار الكويت الدولي لاستقبال آلاف المسافرين العائدين بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وتحديدا في الفترة من 20 أبريل لغاية اليوم، حيث يشهد المطار انسيابية في تسهيل إجراءات المسافرين بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في المطار. إن شاء الله تكون هناك في انسيابية، خاصة في استلام الحقائب، خلينا نقول هذه المشكله دائما نعاني منها. طبعا اذكرت الاداره العامه للطيران المدني بان اكثر الوجهات سفرا خلال عطله العيد هي دبي واسطنبول والقاهره والدوحه، لافتا الى ان حركه السفر خلال الفتره نفسها تقدر ب 110 الاف راكب مغادر، ونفسهم طبعا 110 الاف قادم. الوقوف اكثر على حركه المطار ينضم الينا عبر الهواء مراسل تلفزيون دوله الكويت الزميل يوسف صفر. يوسف صبحك الله بالخير، ويا ريت طبعا اول شيء نقول لك كل عام وانت بخير وعساك من عواده ان شاء الله، ويا ريت تحطنا بالصوره لديك حول حركه المطار خلال اخر يوم في عطله العيد، وان شاء الله ان شاء الله ايضا حركه الحقائب تكون اسهل والمشكله هذه اختفت. كل الشكر لك نجيب، أيضا أصبح لك بالخير وأيضا على السادة المشاهدين وجميع العاملين من الطواقم في برنامج العالم هذا الصباح. مثل ما أكدت زميلي نجيب، متواجدون الآن وعلى الهواء مباشرة في مطار الكويت الدولي. طبعا مطار الكويت الدولي في انسيابية في الحركة بالنسبة للمسافرين سواء المغادرين أو القادمين إلى أرض دولة الكويت، وبالتحديد خلال هذه الفترة في فترة الإجازة بالنسبة لعيد الفطر المبارك. نجيب أنت سألت سؤال يمكن كان في شوية أنت ذكرتها، أن في مشاكل بالنسبة للحقائب بالنسبة للقادمين إلى أرض دولة الكويت، وأيضا في يمكن يكون فيها تأخير في استلام هذه الحقائب. كل هذه الأسئلة سوف يكون الجواب لهذه الأسئلة من خلال ضيفنا اللي معانا الأستاذ منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني، سوف يجاوب على هذه الأسئلة وانسيابية الحركة في مطار الكويت الدولي خلال هذه الفترة. أخوي منصور نصبح عليك بالخير، أسئلة كثيرة المشاهد يوده يعرف إجابتها منكم، بس نبين للسادة المشاهدين حركة مطار الكويت الدولي خلال هذه الفترة في هذه الإجازة، إجازة عيد الفطر السعيد. نعم يا حياك الله أخوي، وعندنا نرحب فيكم مرة ثانية بانتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، وكل الإجراءات تمت على خطة الموضوعة بالإدارة العامة للطيران المدني مع جميع الشركاء اللي موجودين ومقدمي الخدمات وشركات الطيران. كل الإجراءات اللي تمت وفق إجراءات دولية أو محلية تتوافق مع البرامج التشغيلية لجميع الإجراءات التشغيلية في مطار الكويت الدولي مع عناصر الجودة لتناسبها مع جميع الإجراءات في التشغيل بالوصول والإقلاع. أخوي منصور، نعطي للسادة المشاهدين خلال هذه الفترة خلينا نقول من تاريخ 20 إلى هذا اليوم قبل الإجازة وفي الإجازة حتى هذه اللحظة في هذا اليوم، اليوم الأخير من هذه الإجازة، تقريبا أعداد المسافرين والرحلات سواء المغادرة والقادمة إلى أرض دولة الكويت. نعم لله الحمد على حسب إجراءات التشغيلية والجداول الزمنية الموجودة وصلنا بما يقارب 220 ألف راكب في المغادرة والوصول، في المناصفة 110 في المغادرة و110 في الوصول، في إجمالي رحلات 1800 رحلة منها 900 مغادرة و900 وصول. كل الخطط والإجراءات للمغادرة على حسب إجراءات التشغيل والجداول الزمنية المطلوبة في جميع مباني ركاب. أخوي منصور، ناس تتساءل كثيرة في تأخر استلام الحقائب خلال قدومها إلى أرض دولة الكويت، مثل ما أنت ذكرت يعني عدد مو شوية بسيط في هذه الفترة، أكثر من 200 ألف و 1800 رحلة. الخطة اللي أنتوا واضعينها ماشيين على حسب المسار اللي أنتوا تبون المشي في هذه الخطة، سبب التأخير بالنسبة للحقائب، وهل واجهتوا مشاكل خلال هذه الفترة خلال العطلة؟
نعم لله الحمد الإجراءات كلها موجودة على حسب الخطة التشغيلية وعناصر الجودة المطلوبة، والإدارة العامة للطيران المدني في جميع عناصرها مع مقدمي الخدمات وشركات الطيران تتدارس جميع إجراءات وصول الطائرة من موقف أو بوابة إلى حال وصولها إلى منطقة فرز الأمتعة في جدول زمني وملاحظات مباشرة، وفي حال تأخر أي قطعة عن الإجراءات أو الوقت الزمني المسموح فيه يتم محاسبة الخلل وإجراءات الموجودة، وتتوافق هذه جميعا مع اشتراطات وإجراءات التشغيلية على مدار الساعة. كل رحلة في لها إجراءات، وفي حال تأخر العفش أو مشاكل أخرى يتم حالها في حل وقتها، والإجراءات التصحيحية تتم لها على حسب. وعندنا عناصر الجودة وعناصر التغييب موجودة على مدار الساعة، على كل يوم تتم تدارس هذه الإجراءات كلها في إجراءات تشغيلية مباشرة ومحاسبة أي خلل موجود وتطوير جميع إجراءات للوصول إلى الامتياز في جميع إجراءات التشغيلية لمبادئ الركاب الخمسة. أخوي منصور كل الشكر لك على إجابتك لهذه الأسئلة والتوضيح أي سؤال بالنسبة للسادة المشاهدين، وعساكم على القوة وبصمتكم دائما واضحة في خدمة بلدنا دولة الكويت الحبيبة. إذا مشاهدينا وأيضا زميلي نجيب أتمنى أن وصلتكم الإجابة من ضيفي من الطرف الآخر منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني. ومثل ما ذكر أستاذ منصور الهاشمي أن أكثر من 200,000 مسافر سواء مغادر أو قادم إلى أرض دولة الكويت خلال هذه العطلة، وأيضا أكثر من 1,800 رحلة، ولا يوجد تأخير لا يمكن شيء بسيط بالنسبة لإعداد هذه الرحلات واستيعاب العفش أو الحقائب في عملية استلامها. نتمنى نكون وضحنا الصورة الحية والمباشرة خلال هذه الفترة من مطار الكويت الدولي وجميع الأجواء بالنسبة للسادة المشاهدين. وعودة لك مرة أخرى، إن شاء الله تكون خطة الحقائب إن شاء الله هذه ناجحة أفضل من الخطة السابقة. كل الشكر لك زميل يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت، نلقاك إن شاء الله في رسائل أخرى. شكرا جزيلا.